صفحة جديدة من صفحات ذاكرة العسكرية المصرية. ضيفنا اليوم القبطان بحري وسام عباس حافظ، خريج الكلية البحرية في عام 64. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. حضرتك ليك تاريخ طويل في البحرية المصرية ومشرف وممتلئ بالعديد من الأنشطة ثم الأنواط والتقديرات التي تمت في حياة حضرتك في الخدمة العسكرية. الحمد باختصار لله. كده نقول الأوسمة والأنواط اللي حضرتك اتفضلت وأخذتها. وأنا عملت كمية عمليات مش بطالة كويسة يعني مع الإسرائيليين خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وفي نفس الوقت الحقيقة كفئت من السيد رئيس الجمهورية أنور السادات، وكان أول حاجة النجمة العسكرية، وترقيت ترقية استثنائية، خدت نقطة الجمهورية من الدرجة الأولى، وحصلت على 2 نقط شجاعة، وذلك لما قمت به من عمليات حربية في ميدان القتال أثناء حربي مع الإسرائيليين. معلومة قد تتبادر للذهن مباشرة أنه الوالد أيضا كان بطلا في القوات المسلحة، وأعتقد أنه التربية في البيئة العسكرية أثرت كثيرا على نهج حياة حضرتك وبطولاتك والعمليات الفدائية اللي قمت بيها. هو الوالد كان رجل عسكري، وكان شارك في حرب فلسطين، وكان مسؤول عن تأمين الطريق من غزة وحتى تل أبيب، وللأسف يعني كان حصل يعني شوية حاجات غلط، إن الغزاويين اللي كانوا في المفروض يعني بيسمعوا المفروض بيشتغلوا معاه ويسمعوا كلامه، ساعة الفطار في رمضان يعني خدوا بعضهم وراحوا يفطروا وسابوا موقعهم، فطبعا الإسرائيليين جم إيه خدوا مكانهم، فالوالد داخل على النوم انهم فلسطينيين فطلعوا اسرائيليين، وكانت النتيجه ان هو اتاثر فقعد عندهم 36 يوم، بس هو ما قدروش يعني يحتفظوا بيه كاسير، لانه قدر هو يهرب منهم بعد 36 يوم ويرجع لنا بالسلامه، يعني ظافر غانم. والحقيقه كان وقتها الاستاذ حسنين هيكل كان وقتها في اخبار اليوم كتب مقاله عمل مقاله كبيره عن هذا الموضوع، ويمكن يكون عند حضرتك صوره عن هذه المقاله يعني. تمام. حضرتك تخرجت من الكليه البحريه عام 64 64 وشاركت في عمليات الاستنزاف، وكما شاركت في حرب اليمن. احكي لنا حضرتك بدايه كده، ما هي مشاركتك في حرب اليمن؟ هو احنا كنا رايحين اليمن اساسا كسرية السادسة عشان نأمن ميناء الحديدة، لكن انا كلفت بعملية تانية عملية خاصة يعني، فان انا تم يعني قمت بعملية القبض على بعض العملاء اللي بيشتغلوا ضد الثورة اليمنية، وكان معاهم بعض العناصر الاجنبية. طبعا العناصر الاجنبية دي كانوا اسرائيليين، واحد اسرائيلي واحد امريكاني، الامريكاني كان CIA مخابرات امريكيه، والتاني كان مخابرات اسرائيليه، فاعترافاتهم انا يعني كان ليا ظروف كده ان انا حضرت اعترافاتهم، ان يعني كانوا بيراقبوا الجيش المصري في العمليات بتاعت اليمن، يعني الدفاع بيتم ازاي، الطيران بيعمل ايه، المشاة بتعمل ايه، المدرعات بتشتغل ازاي، المدفعية بتتحب تشترك في العملية ازاي، زي ما يكونوا بيدرسونا عشان لما يضربونا او يحاربونا يعرفوا يعملوا ايه. وفعلا هم كان العملية دي مقصودة، وكانت النتيجة ان هم حاربونا في 67، واعتبروا نفسهم انتصروا علينا بانهم احتلوا سيناء، وطبعا الهجوم على 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 علينا في 67 تم بواسطة الطيران الأمريكاني والقوات البحرية الإنجليزية، وكان برضو معهم عناصر إسرائيلية. ياريت حضرتك توصف لنا السمات الشخصية في ضابط البحرية، وخاصة إذا كان بيتعامل في الاستطلاع البحري
اعتقد ان بيكون له سمات مهمه جدا لازم يتحلى بيها، وحضرتك كنت واحد من القاده في هذا الموضوع. هو انا لقيت نفسي بعد ما لفيت لفه كده في القوات البحريه ما بين لانشات التوربيد ولانشات الصواريخ والمدمرات، ولقيت نفسي بقيت ضابط في وحدات لواء الوحدات الخاصه. وانا في اللواء الوحدات الخاصه طبعا خدت فرق بتاعه الضفادع البشريه وفرقه الصاعقه وفرقه المظلات برضو. انما تم اختياري في اشتغل في عناصر الاستطلاع، وكانت هي بدايه الاستطلاع البحري في القوات البحريه. كنت انا اول قائد فصيله استطلاع في القوات البحريه اللي انشئت في ذاك الوقت. واشتغلنا برضو التدريب مع الكتيبه التاسعه اللي كانت وقتها هي برضو كتيبه الاستطلاع اللي موجوده في القاهره. فانا عملنا تدريبات معاهم وبقيت ضابط استطلاع. طبعا الاستطلاع ده مهم جدا لان هو عن طريقه بناخد المعلومات عن العدو، وبناء على هذه المعلومات خطط العمليات كلها بتتظبط على المعلومات اللي عن العدو. القيادات مراكز القيادات بتاعتهم فين؟ موقعها ايه؟ القوات الجوية بتاعتهم قد ايه؟ وبتطلع منين؟ وبتمركزها فين؟ الكمائن بتاعتهم موجودة فين؟ وبتتحرك ازاي؟ وبتيجي امتى؟ كل هذه المعلومات مهمة جدا لقوات اللي هي مشتركة في المعركة عشان تعرف تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتنتصر عليه. تمام. ما هو المطلوب من ضابط أو ضابط الاستطلاع البحري؟ كيف يقوم بجمع المعلومات يا فندم؟ هو أيامنا كان الضابط بيتحرك يعني طبقا لخطط العمليات، وغالبا بيبقى الشغل بتاعه على السواحل. فمثلا ميناء شرم الشيخ لما كان الإسرائيليين محتلين شرم الشيخ، وميناء إيلات وميناء الطور ومنطقة راس سدر، كل هذه المراسي والمواني اللي كانت بيستخدموها الإسرائيليين كانت مرصودة بواسطة عناصر من الاستطلاع، بان احنا بنبعت ضباط ومعاهم صف ضباط مدربين على عمليات الاستطلاع بحيث ان هم يقدروا يعرفوا امتى بيتحركوا، وبتتجمع المعلومات اللي هي بتفيد العمليات، بحيث احنا لما نبقى في عندنا هجوم بتبقى المعلومات دي مهمة جدا عشان لما ننفذ الهجوم العمليات بتاعتنا تبقى في صالحنا. بالنسبة لمشاركة حضرتك في حرب اليمن، المشاركة في حد ذاتها كيف أتت ثمارها؟ الحقيقة احنا كنا مسؤولين عن الدفاع عن ميناء الحديدة، انما في نفس الوقت انا كلفت بعملية خاصة عشان يعني كان في طابور خامس، ناس يمنيين قادة يمنيين بيشتغلوا مع العدو، وبالتالي كلفت بان انا ايه اقبض عليهم. طبعا القبض عليهم ما كانش حاجه سهله، يعني مش حاجه زي نروح له بيته مثلا نجيبه من بيته، لا ده دول تحت حراسه مشدده فالمهم انا عملنا خطه بحيث ان احنا مسكنا الناس دول، كان منهم القائد القوات البحريه اليمني، محافظ الحديده، مدير التسليح اليمني، وكان معاهم اجانب، اتنين اجنبي، واحد اجنبي اسرائيلي وواحد اجنبي امريكاني. واثناء الاستجواب انا يعني بالصدفه كنت ضابط صغير ما كنتش مسؤول عن الاستجواب ولا حاجه، بس انا حضرت الاستجواب. فاللي حصل ان عرفنا ان الاسرائيلي والامريكاني كانوا بيراقبوا الجيش المصري في اليمن. المدفعيه بتتصرف ازاي؟ المشاه بيتصرف ازاي؟ الطيران بيتصرف ازاي؟ المدرعات بتتحرك امتى؟ بتشتغل امتى؟ كل تصرفات الجيش المصري في اليمن كانت مرصوده للناس دول. والحقيقه لما قلت الكلام ده للقائد القوات البحريه، كان وقتها القائد البحري بتاعنا كان العقيد مصطفى مميش، كان قائد الحديده، قال احنا ايه هنواجه حرب. وكانت فعلا حرب 67.
العمليات خلف خطوط العدو ومجموعة قتال 39، حضرتك شاركت فيها بعمليات كثيرة جدا وكانت يعني تؤتي ثمارها في نتائج مبهرة. ممكن حضرتك تدينا فكرة عن هذه المشاركة؟ هو أنا أول ما رجعت من اليمن لقيت نفسي محطوط في قوة خاصة من القوات الخاصة البحرية، اللي هو الوحدات الخاصة البحرية، وكان معانا القائد بتاعنا إسلام توفيق الله يرحمه، وماجد ناشد الله يرحمه، وأنا، وكان معانا 26 صف ضابط. المجموعة دي كلها انضمت على برضو البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، كان عن طريق إدارة المخابرات اللي كان في إدارة المخابرات الحربية، وشكلنا فرع العمليات الخاصة، وكنا كلنا على بعضنا 39 واحد. الحقيقة في الفترة دي عملنا 99 عملية قتالية خلف الخطوط. أول يعني من ألغام إبرار بالهليكوبتر، شاركنا في، كان برضو انتقاما للشهيد عبد الله إبرار، عملنا إغارة على موقع حصين إسرائيلي، وده ورانا قد ايه الاسرائيليين ضعاف جدا رغم امكانياتهم اللي واخدينها من امريكا، حتى الاكل في ذلك التوقيت طبعا، الجزم، اللبس، السلاح، كل حاجه، الخطط، كل حاجه كانوا واخدين، الدبابات اللي معاهم، العربيات اللي معاهم، كل حاجه امريكاني. رغم هذا قدرنا نتغلب عليهم ونقضي عليهم، وموتنا 44 واحد من الاسرائيليين. وللاسف يعني اللي قدروا يعملوه ان هم يشتكونا في مجلس الامن. والحقيقه الرئيس عبد الناصر بعد ما العمليه دي استقبلنا في الجنينه بتاعته، ويعني قضينا معاه وقت جميل جدا، وكان فخور بينا جدا. اشتركنا في عمليات الهجوم على ميناء ايلات، وعرفناهم ان هم ما يقدروش علينا حتى في موانيهم اللي هي جوه اسرائيل. يعني احنا دخلنا ميناء ايلات 8 مرات. انا كان ليا دور في هذه العمليه ان انا استطلعت مرتين ميناء ايلات، دخلنا ايلات ميناء ايلات مرتين. طبعا قبل تدمير المدمره، يعني استطلاع ميناء ايلات غير مدمره ايلات، مدمره ايلات دي انضربت بلانشات الصواريخ بالظبط، ودي انضربت يعني بعد 3 اشهر من حرب اكتوبر. فدي طبعا يعني عملت لهم يعني 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 بعد 3 شهور من حرب من بدايه ال 67 نكسه 67 نفس 67 يعني هي اتضربت في 21 اكتوبر 21 اكتوبر 67 بس دي انا ما اشتركتش فيها، انما اشتركنا بقى ايه في الغطس عليها. اشتركنا في الغطس عليها. كنتوا بتعملوا ايه ساعتها؟ جبنا منها بعض يعني انا جبت لايف جاكيت وبعض وبوصله كانت موجوده في المركب، المركب دي موجوده حتى الان تحت الميه. هل كل الاشياء البسيطه دي ممكن تكون مؤشر في المتحف الحربي حاليا لمعنى كبير او معلومه عسكريه مهمه؟ حتى الاشياء الصغيره زي البوصله زي هم عرفوا ان هم مش قدنا. عرفوا ان هم مش قدنا تمام من يوم يعني اشتبكوا مع المجموعه 39 قتال وابراهيم الرفاعي القائد بتاعنا. ما يعني عرفوا ان هم مخترقين. وكل عملياتنا يعني ال 99 عمليه اللي احنا عملناها اثناء حرب الاستنزاف كلها عمليات ناجحه، وكبدت الاسرائيليين خسائر فظيعه. كنا نخش كمان ميناء ايلات. انا كان ليا برضه ظروف ان انا بعد الحرب سنه 91 رحت امريكا بالصدفه، ورايح لمهمه علميه لان كنت بشتغل مع جامعه قناه السويس في الوقت ده. ومع ذلك الامريكان يعني في المقابلات بتاعتهم صمموا ان انا احضر ريسبشن موجود فيه الادميرال بنون اللي هو كان قائد القوات البحريه وقت ما هاجمنا ميناء ايلات. وبعدين بيسالني على حاجات عجيبه يعني زي ما يكون فنيات يعني. يعني اولا سالني على ابويا اللي اثروا الاسرائيليين في 48. قلت له ده ابويا فعلا وقدر يهرب منكم، وهو ما كانش يعرف ان هو عايش. كان وقتها الولد دي حضرتك بتفسرها بايه؟ ان هم حافظيننا، وان هم مش ناسيين حاجه ما احنا عملناها فيهم. ولدرجه ان هو برضو حب يسالني على عمليات ايلات. قلت له يعني احنا دلوقتي في سنه 91
الدنيا اتغيرت بيننا وبينكم، بقى فيه سفاره امريكيه وسفاره اسرائيليه في مصر، معاهده سلام، وسفاره بالزبط مصريه في اسرائيل. والدنيا اتغيرت، احنا كنا وقتها بنضربكم وانتوا بتضربونا. فانت بتسالني على الحاجات دي، يعني ليه حاجات يعني تزعلنا من بعض يعني. فما نتكلم في المستقبل والسلام اللي احنا اتفقنا ان احنا نعمله. فالحقيقه كان الراجل يعني منبهر بكلامي. كذلك انا قابلت ناس ابطال مركب تبع البحريه الاسرائيليه في قناه السويس وانا مرشد، اشتبكت معاه في عند راس محمد سنه يوم 11 اكتوبر سنه 73، واشتبكنا مع بعض. يعني هو افتكر حضرتك طبعا، حضرتك هو بيسالني انت كنت في البحريه؟ قلت له انا كنت في البحريه. قلت له انت كنت فين؟ قال لي انا كنت في اوفيرا. اوفيرا دي كان اسم شرم الشيخ ايام حرب، ايام ما كانوا محتلين سينا. تمام. قلت له كنت في اوفيرا فين؟ انا كنت في الجان بوت. جان بوت واوفيرا و67 73. افتكر حضرتك بقى. ده انت بقى كنت ايه؟ قابلتنا. قال لي ازاي؟ قلت له تفتكر يوم 11 اكتوبر؟ قال لي اه ما ننساش 11 اكتوبر، فاكر ايه؟ قال لي إيه، كان في اربع لانشات مصريه واحنا اشتبكنا معاهم، بس في لانش ما كانش بيشتبك، كان واقف. فاحنا سيبنا اللانشات اللي بتشتبك ومسكنا في اللانش ده، قعدنا نضرب فيه، بس ما كانش ايه يعني، ما اصبناهوش. شويه لقينا اللانش ده بيتحرك، وراح جاي على اللانش بتاعي وراح ضارب صاروخ، موت لي اتنين وعور لي تلاته. قلت له عارف اللانش ده اللي انت بتتكلم عنه مين الكومندان بتاعه؟ قال لي مين؟ قلت له انا. قال لي طب أنا يعني انت كنت واقف ليه؟ قلت له كنت عطلان. قال لي كنت عطلان؟ طب عملت ايه مع الطيران؟ قلت له والله انا كان نفسي اوقع الطيار اللي كان عمال يضرب عليا ساعه ونص، بس للاسف هو يعني تنبه ان بنزينه خلص فقدر يرجع القاعده بتاعته قبل ما يقع في الميه وانا اخده اسير. فيعني عمليات كلها ذكاء، يمكن كلها ذكاء وكلها يعني رغم فرق السلاح وفرق الامكانيات وفرق كل حاجه بيننا وبينهم، يعني كانت يعني معارك عظيمه رجعت لنا مصر ورجعت لنا سينا. والبحريه المصريه كتبت فيها بحروف من نور، يعني انتصار له طعم خاص. وانا برضو كملت شغلي مع قناه السويس. حضرتك كم سنه قعدت كبير مرشدي قناه 46 السويس. سنه في قناه السويس. احساس حضرتك ايه وانت كبير مرشدي السفن يعني وبكل حمولتها؟ كفايه ان احنا قناه السويس دي اللي كنا بنحلم انها ترجع لنا، قعدنا 6 سنين مقفوله ولا 7 سنين مقفوله عشان خاطر الاسرائيليين محتلين الضفه الشرقيه لقناه السويس. كنا نرجع قناة السويس وكنا نعيد قناة السويس وبقت تجيب الخير لمصر. طول فترة خدمتي احنا وصلنا الى ان مصر ان قناة السويس بقت بتجيب قرب العشرة مليار دولار في السنة، يعني عمر ما كانت قناة السويس بتدخل هذا الدخل، وكنا بندخل اكبر مراكب في العالم، الكونتينرات اللي هي لحد حمولة 200 الف و240 الف طن لحد كانت اخر خدمتي في قناه السويس، كنت برشدها في قناه السويس. الحقيقه كان في شغل في قناه السويس لتطويرها وتجهيزها عشان المراكب، طول ما هي بتتطور طول ما قناه السويس بتتطور مع المراكب عشان مصر ما تخسرش مليم تقدر تدخله من قناه السويس. هتسمح لي حضرتك ارجع بالذاكره في احدى حواراتنا المنشوره صحفيا لو سمحت لي، نفتكر لما كان في نية عند الرئيس جمال عبد الناصر انه نعمل تأميم لقناة السويس. حضرتك شاركت في احدى المسابقات الجامعية وكنتوا بتفكروا ازاي يتم التدوير وادارة قناة السويس بشكل او باخر، فاضطريتوا تعملوا مسابقة رياضية علشان تعرفوا عمق القناة قد ايه، السفن كيف تسير وكيف ترجع. يعني انا عايزة حضرتك تحكي لي الحكاية الانسانية دي. هو الحقيقة كان الوالد قاعد في البيت
وكان خريج جامعة أمريكية، وكان عنده ثقافة جامدة جدا، والعمليات العسكرية بالنسبة له يعني عنده مخ عظيم جدا يعني. وكان عبد الناصر بيستعين بيه لأنه كان أكتر ضابط في الجيش عنده خبرة وعنده علم، لأنه كان علاوة على أنه كان ضابط لما كان خريج الجامعة الأمريكية، ما كان ثقافته أعلى بكتير جدا من ضباط الثورة بما فيهم جمال عبد الناصر. كان سلاحه ايه يا فندم؟ كان سلاح المشاه. تمام. فكان دايما عبد الناصر بيجي البيت يسأل الوالد يعني يعمل ايه في المواقف التانية. فانا جالي لنا البيت فعلا، وانا فتحت له الباب. انا كان عندي وقتها يعني 12 سنة، وحضرت المقابلة دي. فقعد مع الوالد قال له خلاص الانجليز احنا عملنا اتفاقية الجلاء، والانجليز هيغوروا كمان سنتين لو في 56 هيمشوا، انما في مشكلة في تأميم قناة السويس، لان كان في فكرة من الثورة وعبد الناصر ان هم يأمموا قناة السويس، فلسه في اسرار في تشغيل قناة السويس ما نعرفش عنها حاجة، فاحنا عايزين نعرف الاسرار دي. قال له عايز تعرف كل حاجة عن قناة السويس؟ قال له بالظبط. قال له احنا كان وقتها الوالد الى جانب عمله في القوات المسلحة كان رئيس سباحة المسافات الطويلة. كنا وقتها احنا مصر ابطال العالم في سباحة المسافات الطويلة وسباحة المانشو وكابري نابولي والحاجات دي. كان بقى ياميها كان عبد اللطيف ابو هيف، أيوة، ومرعي حسن حماد وجابي فيني وايناس حقي، كل الابطال العالم دول كانوا ابطال العالم في سباحة المسافات الطويلة. قال له احنا نعمل تتابع مسافات طويلة في قناة السويس. قال له اوكي يعني انا موكلك تعمل الكلام ده. باتصالات الوالد قدر عن طريق مديرة المكتبة بتاعت الجامعة الامريكية انها تتصل بالرئيس هيئة قناة السويس، اللي فرح جدا لما قابل الوالد ان يتعمل سبق مسافات تتابع في قناة السويس، وطبعا ما كانش يعرف ما وراء هذا السبق. واتعمل هذا السبق فعلا في يونيو سنة 54 لأنه سنة 55 سنة 55 وأنا اشتركت في السبق ده مع نادي هوليليلو. يعني تم تجميع طلبة الجامعة جامعة والنوادي والقوات المسلحة والنوادي عاموا. أنا عمت في هذا السبق 6 كيلو في التتابع ده. يعني كل هذه الفكرة العبقرية حتى يتم التمكن من الإدارة الحقيقية لقناة السويس قبل تأميمها. بالظبط. فكرة بسيطة وعميقة وقد كده كانت ودرسوا فيها كل تفاصيل تشغيل قناة السويس. وفعلا كان هذا سبب احنا نقول انها فكره ماكره. فعلا تأممت قناه السويس في يونيو 56، واعلن عبد الناصر في ميدان المنشيه تأممت قناه السويس شركه مساهمه مصريه. جمعتوا ايه عن قناه السويس؟ ايه المعلومات اللي كل حاجه، المراكب بتخش امتى، المرشد بيطلع امتى، بينزل فين، بيطلع ازاي، بينزل ازاي، بيرجع ازاي، الملاحة بتتم ازاي، كل ده تفاصيل تشغيل قناة السويس كلها بالكامل. والمدير الفرنساوي بيضحك ومبسوط من ان احنا يعني عملنا البطل وعملنا بطولة عظيمة في قناة السويس وبتاع، وعمل لنا حفلة جميلة جدا ومش دريان احنا بنعمل ايه. وخدنا قناة السويس منهم وهم يعني ما قدروش يعملوا اي حاجة غير ان هم يسلموها. طبعا اتعمل العدوان الثلاثي، انما العالم كله وقف مع مصر وقال ان قناة السويس دي ملك ومن حق مصر. تمام. وحتى امريكا لاول مرة تقف معانا في ذاك الوقت. وحضرتك كبير مرشدي قناة السويس وقضيت حوالي 40 سنة، ربنا 46 سنة، ربنا يديك الصحة والعافية والعمر ان شاء الله. مشاعرك ايه وازاي بذكريات الزمن لما نزلت تعوم وتسبح في مياه هذه القناة
انا شفت قناه السويس وهنا طفل لما كان الجيش الانجليزي محتل السويس، وشفت كانت قناه السويس فرنساوي، وكنت لما دخلت البلاج الفرنساوي في السويس انا واخويا وكنا اطفال عندنا 6 سنين وسبع سنين، رمونا من يعني من السلك عشان احنا دخلنا حاجه غلط، احنا مصريين ما نخشش المنطقه بتاعت المحرمه بتاعت الاجانب. وطبعا انا لما بلغت ابويا الكلام ده يعني راح بهدلهم استاء جدا. فانا رحت بلاج نادي الشاطئ في الاسماعيليه كلهم اجانب، ما كنا بس احنا المصريين الوحيدين اللي موجودين، وكانت كاننا قاعدين في بلد مش بلدنا. طيب يعني 46 سنه كبير مرشدي قناه السويس، بعد كده بقينا احساسك كان عامل ازاي؟ بعد كده انا من ساعه وانا طفل قناه السويس بقت في دماغي، وبقى نفسي ان انا ابقى مرشد في قناه السويس. والحقيقه الامنيه تحققت، وجيت، والحقيقه مشهور بيه هو اللي طلعني من السلاح البحري، وهو اللي دخلني قناه السويس، لان انا كنت سبب في ان انا خليت قناه السويس تتفتح في الميعاد المناسب اللي هو 5 يونيو 76 لما فرقعنا الكوبري اللي كانوا عاملينه الاسرائيليين في الدفرزوار. فانا اللي كنت سبب في ان الكوبري ده اتنسف، وانا اللي كنت ماسك الموضوع ده. فالحقيقه مشهور بيه قال لي انا عايزك معايا في قناه السويس، وهو المهندس مشهور احمد مشهور اللي هو كان رئيس هيئه قناه السويس وقتها، وهو اللي عمل لي الاجراءات. والهيئه الراجل ده الى جانب ان هو خلاني يعني بقيت مرشد. فانا اتعلمت كارير جديد من الشغل، بحيث ان انا الارشاد حاجه وظابط عمليات خاصه بحري موضوع تاني خالص. والحقيقه انا لما قلت له انا عايز اطلع البحر، كان في شركه دنماركي يعني موافقه ان انا اشتغل معاهم. الحقيقه هو وافق على طول طالما ان انا طالع اتعلم وادرس. وفعلا انا خدت خبره، قعدت سنتين مع شركه دنماركي، لفيت العالم من استراليا الى اليابان الى سنغافوره الى اوروغواي امريكا الجنوبيه الى ايرلندا، يعني لفيت العالم، خدت خبره جميله جدا. وحتى هم كانوا مبسوطين معايا في الشغل، وانا كنت الحقيقه يعني بتقدم. فبسرعه اترقيت من سكند اوفيسر لفيرست اوفيسر لشيف، بس ما اقدرش ابقى ابطال لان انا جنسيتي مش دنماركي. واصبحت في هيئه قناه السويس 46 سنه كبير مرشدين. كبير مرشدين. تمام. الحاجه اللي تفتكرها حضرتك من بطوله قدمتها في حرب اكتوبر 73، ونحن نتحدث في الذكرى الاولى بعد الخمسين لحرب اكتوبر. الحقيقه انا في عمليه قمت بيها لوحدي، وهو ان ضابط بحري ضابط استطلاع ما كانش عارف يرجع من جوه سينا، وانا يعني طلب مني ان انا اروح اجيبه. فانا طبعا قلت للقائد بتاعي ابراهيم رفاعي اللي طلب شويه طلبات، قلت له هو موجود في راس سدر او عند راس مطرمه، والاسرائيليين عندهم لانشات في راس سدر، فاحنا عايزين اللانشات دي تتحرك من راس سدر شمالا. تمام. قال لي اعمل لك ايه؟ قلت له في عندنا لانش اسمه نصر يطلع بس عند فنار زنوبيا شمالا، هتلاقي اللانشين دول جري يروحوا له. قال لي طب هيشتبكوا معاه؟ قلت له لا، هم كله بقى لهم 5 أشهر اللانش ده يطلع عند زنوبيا هم يروحوا له على طول. احنا كنا حافظين اليهود، حافظين الاسرائيليين بيعملوا ايه وتصرفاتهم شكلها ايه، وكانوا بيتجنبوا الاشتباك معانا. قال لي طب عايز ايه تاني؟ قلت له في طيران في راس النقب وراس، اعمل لك ايه في الطيران ده ان شاء الله؟ قلت له يا فندم عندنا لانش صواريخ قاعد في الغردقه يطلع بس عند شدوان، هتلاقي الطيران اللي في راس النقب والطيران اللي في الطور هيطلع على جنوبا. اصبحت السكه بتاعتي من فنانه بالدرج لراس مطرمه فاضيه بالظبط، اروح اجيبه احط فوق اللانش وخلاص اعرف ارجع بيه بقى ان شاء الله. وفعلا اتنفذت لي طلباتي ورحت جبت
الضابط مدحت يحيى لو كان صديقي وحبيبي، وحضرتك مش عارف. انا ما كنتش عارف ان هو مدحت يحيى وانا رايح اجيبه، انما هو الحقيقه يعني دي من العمليات الجميله اللي انا عملتها، ما فيهاش قتال، ما فيها دماغ وفيها مخ، فيها ذكاء، وفيها ازاي قد ايه احنا كنا فاهمين الاسرائيليين وتصرفاتهم وردود افعالهم، وازاي نقدر نتغلبنا على امكانياتهم العجيبه. ورجعت بمدحت يحيى بالسلامه، ويعني كانت اكبر عمليه حضرتك، كانت عمليه من العمليات الحلوه اللي انا يعني عملتها، وانا مبسوط منها لان انا عرفت ارجع الراجل ده لبيته ولاهله وابوه وامه، يعني فرحوا بيه جدا الله يرحمه. وهذه صفحه من صفحات ذاكره العسكريه المصريه كتبها معنا، والى اللقاء في صفحه جديده.